مش بس كورسات التصميم والإظهار المعماري هتفرق معاك عمليا، لا كمان هتغير في شخصيتك. معاكم المهندس محسن الدهمة، محاضر معتمد بشركة كرييتيف جروب ومهندس معماري متخصص في مجالات الاركتكتشرال ديزاين والاركتكتشرال بريزنتيشن، اربن ديزاين، لاندسكيب ديزاين. باذن الله هتكلم معاكم تفصيليا عن كل الكورسات دي، بدايه من كورس الاركتكتشرال بريزنتيشن وهو كورس الاظهار المعماري اللي هنتعلم فيه طرق واساليب الاظهار المعماري، بدايه من كورس البنسل بريزنتيشن، انك بريزنتيشن، ووتر كولر بريزنتيشن، جواش بريزنتيشن، باستم بريزنتيشن، اند ماركر بريزنتيشن، فاينالي وودن كولر بريزنتيشن. اما بالنسبه لكورسات الاركتكتشرال ديزاين واللاندسكيب ديزاين والاربن ديزاين، دي باذن الله هنتكلم فيها تفصيليا عن اسس وطرق تصميم العناصر التصميميه، بدايه من تصميم الالفيشن، السكشن، لاي اوت، ماستر بلان، وده طبعا باستخدام منهجيه تصميميه معينه اللي هنتعلم فيها ايه هو مفهوم السايت اناليسز، وايه هو مفهوم البابلز، وايه هو مفهوم الزونينج، وايه هو مفهوم الكونسبت، واخيرا ايه هو مفهوم البلان، وده المنتج الاخير اللي احنا محتاجين نتعلمه. طبعا ده هيكون فروم زيرو تو بروفيشنال، يعني من الصفر حتى الاحترافيه. باذن الله هنستناكم تشوفوا معانا اول كورس، وشكرا لكم.